شو نقول لك صراحه، هذا احساس ماشي ما نقدرش نعبر عليه بصفر، يعني بالصفه اللي باغي نقول ما شعور، يعني ما لا حد له، يعني هذه سنوات اللي ما شفتش الدراري تبارك الله، لما كنت خليتهم غير صغار واليوم تبارك الله في الاوج ديال الوليدات اللي هما ولاو عندهم وليدات اللي كان وكنتمناك وكنجابهم ليا ندربهم. زعما انا يعني مسرور جدا، واحد السرور زعما اللي ما لا حد له، ما كيتصور لا حد له في الوصف، هذا هو الصراحه. انا ما كنتش مع هاد اللقيه هادي، ما كانش منتظر، وما عمري ما كنت غادي نعرف اني مازال غادي نتلاقى معاهم، يعني بعد سنوات وبعد سنوات. لا زعما كنت نتمنى وانتم ما تفوتونيش، الله يكثر خيركم، انما انا ما كنتش كنتظر ان ايه، ما كنت كنتظر غادي يجيو يعني هادو ولادي وخوتي وحبابي، وكاين كاين ناس اللي ما شافونيش، ولكن ماشي مشكل، كل واحد الله يسهل، كاين المساك اللي مشغول، كاين اللي مات، كاين اللي ما ساقش اخبار، كاين اللي ما ساقش اخبار، وزيد وزيد. والله يكثر خيرهم على الجمع اللي جمعوني معاهم، وانا كنشكرهم يعني من صميم القلب ديالي، هادشي اللي يمكن نقول. الله يحفظك، الله يحفظك لينا، الله يعزك، الله يرحم لكم، الله يحفظك لينا ويطول عمرك، يكثر خيرك بارك ان شاء الله، شي صحة جديدة إن شاء الله، الرحمن الرحيم، لي وليكم الجنة إن شاء الله، وليداتكم إن شاء الله. نهار كبير هذا، نهار كبير بزاف اللي شفناك، وحق الله راه الأب هذا راه كان فيه، كان فيه الأب ديالي، وكان فيه الصديق الحميم، وما كنتش نتفرق معاه، أنا باقي جون، وجابني من الدرب، وجابني الله صال عندو، تهلا فيا، وكنت غادي كنت غادي ندي في الشباب ديالي، هو اللي نقدني، هو اللي عتقني، هو اللي يعني رباني تربيه اخرى، هو اللي حطني فوق السكه، هو اللي ودبر اول مره غنخدم في حياتي، هو اللي وقف معايا مسكين حتى خدمت واستمريت، والحمد لله بنينا مستقبلنا، وتنفرح ليه بزاف. ما هو في هذاك الوقت ما كنت غنسوى والو، ما كنت غنكون والو، دابا الحمد لله رباني احسن تربيه، الله يعمر ليه الدار صراحه، وبطال بطال 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 كبير، زعما اللي كي ما يتوصفش، وما يقدر عليه الا الله سبحانه، في لا جيمناستيك بعدا ما يقدر عليه حتى شي واحد. الناس ديال الجينيراسيون اللي كنت ترينت فيهم، يعني حمد الله كنشوفهم دابا كلهم هازين رؤوسهم، كلهم يعني ناس باقي متواضعين، باقي ذاك لا كويزيون بيناتهم، وحتى بين يعني من طفولتهم لدابا باقا داك التلاحم بعضياتهم، ديك الصداقه باقا متينه، باقا كثير، هذا يعني هو اللي كيستعجب له الانسان. واحد الكلمه قال قبيله، قال لي اطول فتره في الصداقه اللي دوزت هي معك انت، قال لي وفرحت ملي قالها لي، اللي دوزت الاصدقاء بزاف، تلاميذ بزاف، ولكن اللي عاشرني بزاف حيت ما كنتش نتفرق معاه، تفرقنا على الناس، في الصباح معاه في لاصال، في العشيه معاه في لاصال، في الليل تمشي معاه للدار، ما كنتفرقوش، بقيت حتى سال عليا الله مشيت للاخرين كاع، هذاك هو السبب الفراق ديالي. حنا في الصغر ديالنا حلينا عيننا فيه، خدينا منه صراحه، خدينا منه ديك الاخلاق. دابا ملي كتلقى لا حاورتيني انا ولا السي رشيد ولا السي حميد ولا حسن، كتلقى عندنا نفس الكاركتير، نفس الخلق، ما اش قلت عندنا غاهام، تنعرفوش داك التراوغ، وسيرتو عشنا معاه في الزاني ديال السبعينات اللي كانت هذاك الاوج ديال الانحراف، كانوا بانوا فيه بزاف د الحوايج، حنا كان معمرنا وقتنا في السبور، الله يجازيه بخير، زعما تنقول الرجل الفضل الكبير اننا بقينا ملتزمين بالرياضه، عمرتنا وقتنا ولنا با ديفيي على 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 المسار الرياضي، ونقدنا بصراحه، نقدنا بزاف، وكنشكروا بزاف صراحه، هذا واحسن وقت عشناه هي الوقت اللي عشنا مع السيده، وحنا فرحانين ليه بزاف. هو فيما كنشوفوه دائما كيذكرنا بهذاك الماضي اللي دوزنا مجموعين مزيان، كان تيخدم معنا بجديه، كان تيخدم معقول، وكان بالنسبه لنا حنا واحد القدوه، لان في هذاك الوقت هو راه كان بطل، حنا كنا اطفال صغار كنشوفوا فيه،
وكان كيشجعنا. واحد الحاجه كيجي في السبت والحد لا تعقلو. السبت والحد كان تيلعب ديك الساعه في كازا. السبت كيجي بالسبت والحد هو اللي عنده روبو كيجي يخدم معنا. كيجي عندنا باش يخدم معنا يدخل لنا لاصال ويشوفنا. ملي كنشوفوه جا ويلي الشامبيون دخل بحال شنو هو. الحمد لله عزز لنا الرياضه ولينا كنبغيوها وخلق واحد الانسجام بيناتنا. كنا بحال اللي قال سي خالد شي كيحترم شي وشي كيعاون شي. كان بيناتنا التعاون هو سببنا التعاون. هو بالنسبه للقدوه منا كنمشي كنديروا ستاج كنا كنمشي كيدينا الستاج مع هاد مولاي رشيد ولا في لابيل فيو. كان دائما كنلعبوا مع الكارطا وكان وكيعاود لينا وكان وكيضحك هذا بسبب الحاجه ها. وكنت خسر علينا من جيبو ودائما يشجعنا على الرياضه ودائما فرحان كيدينا وكنا بحال وليدات ديالو صافي. عنديك الجونباج كنذكروا بالحاج ريس البطل الكبير ديال اللي ربما ما خداش حقه. وبالمناسبه كنت شاركت في الفيستيفال مونديال داجونيس في فيان ولقيت مجله كلاس فيها تروازيام في موسكو وللاسف كان ضاعت مني ديك المجله. شنو نقول لكم هاد الساعه؟ شنو كيعني لكم السي بالحاج؟ بالحاج بالحاج اولا هو واحد ولد خالي واخ وصديق. وكنا هو لا جينيراسيون اللي كبر مني بعامين او ثلاث سنين يعني كبرنا كاملين في نادي لا جوك جون باز. وكنا يعني احنا اكثر من احنا اجاقه كنا اخوه. وانسان اللي يعني دغري ما كيعرفش يكذب ما كيعرفش يدوخ ما كيعرفش يمثل هو هكاك. وعطى الكثير وحيا جاءت الظروف ان نتلاقيت انا وياه في دمشق في 81 وتلاقينا في الجزائر في 76 في العاب البحر العربي المتوسط. وش يعني كثير الكلام عليه ما يقدناش الوقت نهضروا عليه. هذه مناسبه سعيده اللي جينا نشوفوا السي بالحاج ولكني سعيده كيبقى فينا بحقيقه بهذا العمل اللي دار ولكني كتب الله عليه ما كاين. وهو زمان من الاخوان ديال القنيطره اللي كانوا معايا في دون بوسكو في لا جيمناستيك مع التلاميذ ديالي اللي كانوا هنايا. الحمد لله ملي شفنا الاخوان وشفنا تجمعنا كاملين هنايا صافي بليزير زعما كنعاود نجدوا هذا الروح ديال الرياضه ونعاود نتكلموا على الجيمناستيك في لي زاني ديال 67 68 69 الوقت اللي خلا جينا لبلجيكا مشيت للقنيطره مع 69 مشيت هي هذيك. كاش اخوان ما خلناش شتو دابا شتو مشى اللي عاشتو اليوم هذه 50 عام شتو الجيال وجدا باش عاشتو هاد الاخوان اللي عاشوا اليوم شفناهم الحمد لله. وهذا هو المفضل الخير ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون شو شي بالحال ان شاء الله نشوفوه اون بلان سونتي ان شاء الله. التواجد ديالي ولا سيما بمناسبه ديال الطرس ديال الشفاء ديال المدرب ديالنا والاستاذ ديالنا السيد ادريس بالحاج اللي يعتبر اسطوره ديال الجونبوز. وكانت هذه المناسبه مجيء مجموعه ديال الاسماء اللي داو في الفتره ديالنا ديال الجونبوز من اوروبا ولا سيما حضور السي بوجندار اللي يعتبر حتى هو من اساطير ديال 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 لا جيمناستيك. كذلك التحاق السي بوراس لا جينيراسيون اللي سبقتنا في شخص ماتو. والان حنا كنتواجدوا جوج ديال المجموعات ستادير اناث وذكور. انا باسم سواء الاخ ديالي خالد او لا بن حيده عبد العافي بن يدير هادو كل مجموعه هو السولي الور هادو مجموعه ديال الاسماء اللي كانت تمثل احسن تمثيل هاد الرياضه ديال جونباز في المحافل ديال البطوله المغربيه ديال مدينه الخضره باسم نادي القنيطري. الور حنا فرحين بزاف وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يشافي الاستاذ ديالنا اللي عطانا شيء كثير في هاد الرياضه. بعفوية لأن الكلام بعفوية يكون صادق وخارج من القلب. كنا واحد مجموعة ديال البنات اللي منضمين للنادي القنيطري ديال الكاك كان مسمي ديك الساعة نادي القنيطري. ولعبنا لا جيمناستيك تحت رعاية وتحت مظلة الحاج بالحاج إبراهيم وبالحاج دريس. وصلنا لمستويات ما بهاش ولو انها غير داخل المغرب ما عمرنا ما تحتنا الفرصه نخرجوا نديروا مساهمات ولا دي كومبيتيسيون خارج المغرب. كنا اقتصرنا غير شمال جنوب وكنا خدينا نتائج زوينه ميداليات
وكانوا كانوا الدراري ديال الكلوب، كنا أسرة واحدة، ما عمرنا ما تفرقنا، ما كانش بيناتنا الغدر ولا الغش ولا كان حب ديال حب الرياضة وحب المدينة وحب لا جيمناستيك سبورتيف. وبالحاج الله يذكره بالخير دريس، تنتمنوا له الشفاء وتنتمنوا له حياة سعيدة وربي يعوضه بصحيحته على داكشي اللي ضاع. دار معنا مجهود وكافح معنا، وكنا فعلا تنحسوا براسنا غادين للدار ماشي غادي للصال. افتقدنا كنا في دار الشباب، كانوا لي كور في دار الشباب هما الاولين، شويه انتقلنا مشينا لبن عباد، عطاونا ديك القاعه الكبيره. كانت بصحبتنا، كنت انا الدعلي، ملكه مدوار، انا جميله الصوابني، ملكه مدوار خلات علينا فراغ كبير وافتقدناها، وكانت اعز الفتيات بعقلها ومستواها الرياضي، وربي كتب لها الجنة وصنع لها مؤمنين. أصدقاء ديالنا خالد، رشيد عسولي، بن حيدة، حسن، غويلة، كنا دي جيمناست، كانت قاتلوا باش نوصلوا للناسيوناليتي، وصلنا لها، بغينا انترناسيونال نوصلنا لهاج. المهم خلينا صدى طيب، و والحمد لله دازت طفولة شيقة، وطفولة ما ندمناش عليها، استفدنا منها بزاف، وباقي الآن خدامين باسكو نوزادوني، اسمح لي هضرت بالفرنسي، اللي عطانا دريس بالحاج باقي تنخدموا به، والله خايتا باقي تنخدموا به، الله يكثر خيرهم والله يجازيهم ربي خيرهم.